مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم التوقعات الجوية الصادرة من طقس العرب لهذا الأسبوع للمملكة الأردنية الهاشمية، والتي نبدأها بملخص الأحوال الجوية المتوقعة بمشيئة الله تعالى خلال هذا الأسبوع. في البداية نتوقع بمشيئة الله تعالى أن يكون هذا هناك أمطار في بداية ونهاية هذا الأسبوع بمشيئة الله تعالى، سواء يوم الأحد أو حتى الجمعة القادمة. هناك ارتفاع مؤقت على درجات الحرارة وملحوظ سيكون على الأجواء خاصة يومي الأربعاء والخميس. والأمر الآخر الذي سيكون مميز هو تشكل الضباب في عدة ليالي والعديد من الليالي في خلال هذا الأسبوع في مناطق وأجزاء واسعة من المملكة. نستعرض معكم سوية توقعات الأحوال الجوية في المملكة يوم بيوم، نبدأها من هذه الليلة ونهار يوم غدا. تهطل بمشيئة الله تعالى الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى سواء هذه الليلة ليلة السبت على الأحد أو نهار يوم الأحد، مع درجات حرارة منخفضة، تكون درجة حرارة في ساعة النهار تقريبا 12 إلى 13 درجة مئوية مع هطول الأمطار في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة. بالنسبة للمناطق الجنوبية من المملكة تكون الأجواء فيها أكثر استقرارا لأنها ما تبقى باردة عدا خليج العقبة التي ترتفع فيها درجة الحرارة العظمى إلى 23 درجة مئوية وسط أجواء نوعا ما أدفأ مما هو عليه الحال في باقي المناطق، وتكون الأجواء غائمة جزئيا في المناطق الشرقية درجة حرارة تقريبا 13 درجة مئوية. في ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة للغاية في العديد من المناطق، تنخفض إلى ما دون الصفر المئوي فوق بعض المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية، في حين تكون حول الصفر المئوي في مختلف مناطق المملكة، وبالتالي لا يستبعد تشكل الصقيع في الأجزاء الخاصة في مناطق البادية، في حين لا يستبعد تشكل الضباب في مناطق واسعة من مناطق السهول الشرقية، بعض المرتفعات الجبلية ومنطقة مطار الملكة عليا الدولي. يوم الاثنين يكون الطقس بوجه عام بارد، درجة حرارة تقريبا 13 درجة مئوية في العاصمة عمان في ساعات النهار، 15 تقريبا في المناطق الشمالية في إربد، 16 في منطقة معان، و10 درجات فوق جبال أشرة. تبقى الأجواء نوعا ما دافئة، 23 درجة مئوية في العقبة. الأمر المميز يوم الاثنين هو هبوب رياح جنوبية شرقية، هذه الرياح ستعمل على زيادة الإحساس بالبرودة، وبالتالي درجة الحرارة ربما تكون 13 العظمى في العاصمة عمان وهي مشابهة للأجواء يوم الأحد، إنما سنشعر به سيكون الطقس أكثر برودة. من المتوقع تشكل الضباب في ساعات الصباح وفي ساعات الليل مرة أخرى في نفس المناطق، مناطق البادية، السهول الشرقية، بعض المرتفعات الجبلية وبعض مناطق ومناطق المحيطة في منطقة مطار الملك علياء الدولي. وبالتالي هناك تنبيه ونوصي السائقين في ساعات الصباح والليل من أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء التنقل بين المحافظات إثر تدني مدى الرؤية الأفقية في هذه المناطق. يوم الثلاثاء تكون الأجواء مشابهة لما كانت عليه يوم الاثنين، درجات حرارة تقريبا لا تغيير عليها ما بين 13 إلى 15 درجة مئوية في الشمال، 10 فوق جبال الشراء، 14 في مدينة معان، وتكون تقريبا حوالي 21 درجة مئوية في العقبة أو 23 درجة، تكون ما بين 21 إلى 23 درجة مئوية في العقبة، 14 درجة مئوية في المناطق الشرقية. يوم الثلاثاء هناك فرصة لبعض الأمطار الخفيفة في المناطق الشمالية من المملكة خلال ساعات ما بعد الظهر والمساء، ويستمر هبوب رياح شمالية غربية. تكون يوم الاثنين الرياح جنوبية شرقية لكنها تتغير يوم الثلاثاء إلى شمالية غربية، ويتكرر مرة أخرى فرصة الضباب في ساعات الليل في مناطق وأجزاء واسعة من مناطق السهول الشرقية والبادية ومنطقة مطار الملك علياء الدولي. وبالتالي يبقى التنبيه موجود وحاضر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية. يبدأ التغيير في الأجواء يوم الأربعاء، وذلك يحدث هناك استقرار وارتفاع واضح على درجات الحرارة، ترتفع في العاصمة إلى 16 درجة مئوية في الشمال، في إربد إلى 17، في المناطق الشرقية من المملكة تصل العظمى إلى 18 درجة مئوية. كما نلاحظ أجواء مشمسة في عموم مناطق المملكة، حتى أن مناطق مثل البادية الجنوبية ومدينة معان 18 درجة مئوية، جبال أشرة ترتفع إلى 13، وخليج العقبة تصل فيها درجة الحرارة يوم الأربعاء إلى 25 درجة مئوية، وبالتالي أجواء دافئة بوجه عام. إنما يبقى التباين الحراري موجود ما بين ساعات النهار والليل، تنخفض في الليل في بعض المناطق إلى تقريبا 6 درجات مئوية في الشرق، تقريبا حوالي 3 درجات مئوية في حتى مناطق البادية الجنوبية وجبال الشراء. وبالتالي بالرغم من اعتدال الأجواء في ساعات النهار لأنها تبقى باردة بوجه عام في ساعات الليل. الرياح تكون يوم الأربعاء جنوبية شرقية، تزيد قليلا عند نشاطها من الإحساس بالبرودة، وبالتالي قد نشعر أن درجة الحرارة أبرد مما هو تكون عليه الحال كما هو متوقع 16، قد نشعر بأنها 13 درجة مئوية في ساعات النهار. بالنسبة ليوم الخميس يكون الطقس مشابه ليوم الأربعاء، أجواء مشمسة في كافة مناطق المملكة، درجات حرارة قد تكون ربما دافئة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، تصل في العقبة إلى 25 درجة مئوية. تبقى درجات حرارة متشابهة 16 في العاصمة، 18 في إربد والشمال، تصل إلى 20 درجة مئوية في المناطق الشرقية هناك مع أجواء مشمسة عموما.
هناك تغير في اتجاه الرياح تصبح جنوبية غربية، وبالتالي ربما يكون الإحساس بالدفء يوم الخميس أكثر مما يكون عليه الحال يوم الأربعاء. هذا هو الاستقرار المؤقت المتوقع والارتفاع درجات الحرارة الذي يسبق مراقبة لتأثر المملكة بمنخفض جوي جديد، وذلك يوم الجمعة. هذه الأحوال الجوية متوقعة يوم الجمعة، هناك تغيير كبير على الأجواء متوقع، هناك فرصة لتأثر المملكة بمنخفض جوي، هناك أمطار متوقعة في المنطقتين الشمالية والوسطى بمشيئة الله تعالى، درجات الحرارة تهبط من 18 درجة مئوية في الشمال إلى 12 درجة في العاصمة، عمان تهبط الحرارة إلى 11 درجة مئوية عظمى بعد ما كانت 16 درجة مئوية، هناك رياح نشطة في عموم المناطق الجنوبية والشرقية نتيجة اقتراب هذا المنخفض الجوي، درجة الحرارة تقريبا تصل إلى تقريبا 13 درجة مئوية في عمان مع رياح نشطة. في المناطق الشرقية أجواء ستكون مغبرة ودرجة الحرارة تقريبا حوالي 13 درجة مئوية، في جبال الشرة تكون درجة الحرارة حوالي 7 درجات مئوية في ساعات النهار. تبقى نوعا ما مدينة العقبة بعيدة عن التأثيرات المباشرة لهذا المنخفض، تكون درجة الحرارة فيها في ساعات النهار 22 إلى 23 درجة مئوية مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة. تنخفض درجات الحرارة للغاية في ساعات الليل ليلة الجمعة السبت، وتنخفض إلى 3 درجات مثلا في العاصمة عمان في ساعات الليل. هذه كانت توقعاتنا لهذا الأسبوع، طبعا توقعات لأنها بعيدة تكون متغيرة على فترات. هناك توقعات باستمرار تأثر المملكة بمنخفضات جوية في الأسابيع التي تلي هذا الأسبوع، وبالتالي هناك نشرة جوية شهرية صادرة عبر الموقع والتطبيق يمكنكم الاطلاع عليها. أيضا ابقوا على الاطلاع معنا أولا بأول في التحديثات الجوية التي نقوم بإصدارها عبر تطبيق ومنصات طقس العرب المختلفة خلال الأسبوع لمعرفة آخر مستجدات الأحوال الجوية. أتمنى لكم جميعا أسبوع سعيد وموفق، إلى اللقاء.